أنا المؤمن في دين الله، الكافر في نظر هؤلاء. أنا من حرم ربي قتلي إلا بالحق، مستباح الدم واجب القتل بفتوى هؤلاء. أنا من قتل أمس ومن قتل اليوم، وأنا أيضا من سيقتل غدا. أنا كل ضحايا الفكر البغيض، أنا كل ضحايا الإرهاب الأسود، أنا كل ضحايا الجهل والضلال، أنا كل ضحايا هؤلاء وأتباع هؤلاء. أنا المبني عليه في هذه القضية، ومن بنى علي هم هؤلاء وأتباع هؤلاء. أقف اليوم في محرابكم المقدس وأنظر حولي لأرى العجب الغجاب. أرى المتأسلمين وهم عن الإسلام بعيدين، وأرى المسلمين يروعون ويكفرون، وأرى أعداءنا الكافرون آمنون مطمئنون. أرى النفس البريئة تزهق بينما النفس المذنبة تحيا أمد الدهر. أرى القاتل ينكر على ضحيته الحق في الحياة، وحين يقف خلف قفص الاتهام يأبى المحاكمة ويصف من يحاكمه بالطغاة. سيد الرئيس، حضرات القضاة الأجلاء، أقدم للمرافعة التي أشرف بإبدائها اليوم بمسوخ فكرية وتشوهات عقائدية وأسانيد أراد أهل الزور والإفك أن تكون تحت وطأة الرصاص شرعية. فالقتل جهاد، والحرق صدقات، والسرقة غنيمة، أما كتاب الله وسنة نبيه فستار لاقتراف ما تقدم من حرمات. فهو لزام علي سيد الرئيس أن أخوض في منهج خوارج هذا العصر، مطمئنا نفسي بأن ناقل الكفر ليس بكافر، بل ضاحضا للزور والافتراء على شرع الله وأحكامه، مدافع عن سنة نبي أبى للدماء أن تراق، آمن كما أوحى إليه ربه بالتعايش والإخاء. فآمن من عايشوه دون أن يكون جميعهم ممن تبعوه، فلم يأتي بذنب، ولم يكن رزقه تحت ظل رب. كذبتم عليه بعد أن أمركم ألا تنقلوا عنه سوى القرآن، قولتموه ما لم يقل، فوصلتم الإسلام بشذوذ فكركم، جعلتم من القتل والنهب وسفك الدماء أركانا للدين كان وسيظل أبراسا للهدى والفرقان. فدينكم هوى الشيطان، وديننا هو الإسلام، إسلام الوجه إلى الله عز وجل، إسلام القلب للخير والسلام. فلا قتل ولا نهب ولا حرق ولا ظلمة، بل حكمة وموعظة حسنة، وجهاد حق ضد من أراد التدليس على شرع الله. فهو دين يحرم أن يروع الغافل، ما بال من يقتل على الأبواب. دين ينادي بالفضيلة والتقى، جعلوه دينا يرفض الأطياب. من شوه الإسلام حتى إننا نخشى عليه من أذى الألقاب. من صنف الإسلام دينا مرعبا غير الذين تعلموا في الغار. يا ويحكم، يا ويحكم قتل النفوس محرم في كل شرع يا أولو الإرهاب. أنتم مع الشيطان في أفعالكم، بل مع الشيطان أنكى في الخطاب. من مضى في نهجكم أو فعلكم خاسر ما حظه إلى السراب. أي فكر هذا هو فكركم؟ غوى قتل النفس من غير احتساب، فكر ملعون مسموم، كل ما يكفيه ذبح وخراب. ما سعى يوما لفعل صالح غير تكفير وسفك واحتراب. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين،